السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة هنبدأ تاني فيديو في مرحلة تأسيس جرامر من الصفر. المرحلة دي مهمة جدا 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 لكل طفل بعد معرفة القراءة والكتابة، لازم نعلمه الجرامر. أوكي، النهاردة هناخد personal pronouns. personal pronouns اللي هي الضمائر الشخصية. أول حاجة لازم نعرفها إيه هي مكان الضمائر الشخصية at the beginning of the sentence. at the beginning of the sentence يعني في بداية الجملة. أوكي، أول ضمير هناخده I هتكلم عن myself. I for example I'm Amira. Number two, he هو he. Number three, she. طب ناخد example على he، هقول he is a boy. طب she is a girl. okay. بعد كده عندنا it. لو حاجة غير عاقل، حاجة ايه؟ غير عاقل. يعني مثلا عندي كرسي وعايز اقول ان لونه بني، هقول ايه؟ مثلا ممكن اقول the chair is brown. لو عايز اشيل كلمة chair هقول it is brown. اوكي، طب انا عايز دلوقتي اتكلم عن نفسي ومجموعة حواليا، هقول ايه؟ we. عايز اقول احنا مبسوطين، We are happy. Okay. عايزة اتكلم بقى عن group of people، مجموعة كده من الناس، or group of objects أو حاجات كده. يعني مثلا عايزة أقول كتب، أقول إيه؟ They are big. Or they are sad. لو أنا أتكلم عن أشخاص. Okay. بعد كده عندنا إيه تاني؟ عندنا you. To talk to someone in front of you. لو واحد قدامك كده عايز تقول له انت، هتقول له you. خد بالك برضو you singular and also plural. يعني ايه؟ يعني انا ممكن لو انا عندي group of people عايز اقول لهم انتوا حلوين، هقول لهم you are nice. برضو لو عندي حاجة واحدة بس او شخص واحد بس يعني هقول له you are nice. يعني عندنا هنا كلمة you، انت or انتم، انت وانتم. اوكي، انت وانتم، هي دي البيرسونال بروناونز اللي احنا اتعلمناها النهارده، مهمه جدا. اوكي، لازم نتدرب عليها. هنزل لكم كده في الكومنتس تحت صور تدربوا عليها. And thank you. Bye.